أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أكد حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز أواصر التعاون البيئي والمناخي بما يعود بالخير والنفع لدول المنطقة والعالم ويحقق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك على هامش مشاركة وزير النفط والبيئة في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، حيث أشاد سعادة الوزير بالدور الريادي للإمارات في دعم التقنيات الحديثة لآليات إزالة الكربون وبناء الاقتصاد والصناعات الخضراء، مشيرا في الوقت ذاته إلى المستوى الاحترافي لدولة الإمارات في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبرى، لا سيما البرامج والمبادرات المعنية بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والتحول إلى الطاقة النظيفة والاستثمار في الطاقة المتجددة.